فاكرين يا جماعة لما قضينا 24 ساعة بأول حرف من اسمنا؟ أكلنا وشربنا ولبسنا، كل الشيء سويناه بأول حرف من اسمنا. طبعاً أنا وإلين كنا زي بعض لأن هي حرف الألف وأنا حرف الألف، واتفقنا اثنين على عبد الرحمن اللي كان حرفه مرة صعب. لكن اليوم يا جماعة قررنا أنه نعيش 24 ساعة بآخر حرف من اسمنا، وهذه مرة أنا اللي تورط لأنه آخر حرف من اسمي الله يعينك يا أميرة. تعالي هنا يا لين، تعالي تعالي بقول لك شيء. بما انه اخر حرف من اسمك انت حرف النون وانا اخر حرف من اسمي هو حرف النون، راح نكون اليوم انا وانت مع بعض ضد ماما. انا الحلو قاعده افكر ايش اسوي بحرف الهاء، متورطه، لازم اكل واشرب والبس واتسوق وكل شيء بحرف الهاء. لا كله الا تتسوق، يلا خليك اقول لا تفكر، خلاص اذكر يلا بسرعه مشانا. ايش بك؟ لقيت اللون اللي حلبس اليوم، ثلاث الوان ما شاء الله. ايش من لون بحرف الهاء؟ اول شيء عندك اللون الهليوني، ايوه، واللون الهافان، وعندك هوت بينك، يعني عندي ثلاث الوان اختار منها. ما شاء الله عليكي، حلبس الهوت بينك ونحب هذا اللون. انت لمسته اصلا؟ اي صح والله. دقيقة، ايش فيه؟ انتوا حرفكم حرف النون صح؟ أيوة. ولا لا؟ ايوه. انتوا ايش حتلبسوا من لون بحرف النون؟ راح نلبس اللون النهدي. ما شاء الله لكان، صرت اتكلم سوري وانا ما ادري. لكان اللون النهدي. حركاتك يا ولد. إلين عارفه ايش اللون النهدي؟ لا. اللون البنفسجي يا بنتي. لا لا غشاشين والله ما ارضى. ايش هذا؟ ليش استخدم لهجة ثانية عشان تتكلم؟ خلاص اهم شيء مالي صلاح يا ميلي، مالي صلاح. والله أميرة إنك غشاشة، قاعدة تغش يا جماعة من أول ماسك الجوال. لا حسستني أنت ما شاء الله إنك حتاخذ الأكلات. أيوة من بنات أفكاري ترى أنا. ما شاء الله. إيش طلعت يا أخي؟ هداك أكل اسمه هداك ما أعرفه. هامور مشوي. أوه حسستك. هريسة. هاش براون. ما شاء الله عليك، الله خليك يدولنا معك. لا لا حبيبي. اليوم أنت وليد. دبروا نفسك وأنت وبنتك اليوم. إلين لازم تدور أكلات بحرف النون. أنا أقول لك إيش في عندنا. في عندنا النجت، وفي عندنا النسكويك، وفي عندنا النقانق. دقيقة، نقانق بالانجليزي هوت دوغ، يعني اول حرف هاء، يعني ينفع انا اكل كمان نقاري؟ لا ما شاء الله. كمان قولي لي اللي هو شو اسمه النسكويك هوت شوكليت وتاكلي تشرب معانا والله نكفى. قاعد يجيب لي افكار، هوت شوكليت وهوت دوغ وهاش براون، هذا فطوري لليوم. يلا على السوبر ماركت ودينا. يلا مشانا. ما شاء الله ماخذه مكاني لولي. اسمه نهدي 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 بينك. ترى على فكرة انت ترى غشاشة، ايش اللي هوت بينك وهوت شوكليت وهوت مدري كله بالانجليزي؟ ترى نبقى اكلات واشياء بالعربي. ها يا حبيبي حرفي صعب، بالحرف الهاء ما في شيء غير هامور همبرجر. مالي صلاح، مالي صلاح. ايوه 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 لا ايوه. انا بعدين اسمها اسمها همبرجر، اسمها شطائر حبيبي. شطائر اسمها ترى شطائر البرجر. انا اختصاصي انجلش ما شاء الله. هوت بينك، هوت شوكليت، هوت دوغ، كل شيء هوت، كل شيء هوت. لا 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 شكلك نسيتي. انت اليوم تورطتي معي. اوكي عندي حرف الهاء هريب، مو شايفين؟ يعني اخذ حرفيا كل يا مين. يا غشاشين شافوني كتت، شافوني ادور منتجات حرف الهاء راح يغشوا. عندنا منتجات نوتيلا كلها يا عمي. او ماي جاد، غشاشين يا غشاشين. دقيقه احنا اتفقنا حرف النون ناكل. مالك صلاح؟ او ماي ايوه ايوه نسكويك يا لولي. يا غشاشين الاكل المفروض يبدا بحرف النون. نون هذا كاكاو، هذا كاكاو انا اللي المفروض اخذه لانه بالانجليزي بالانجليزي اسمه هوت شوكليت. يعني انا بديت الغش. دقيقه طب على كده مدينا نشربه انا وانتو لانه ان نسكويك حرفكم وهوت شوكليت بحرفي انا. انا حجيب البفرول عشان انت ما تاكلي. ليش هوت شوكليت؟ هوت ستروبري بيصير. لا يا
لا 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 هذه قوية، هذه قوية. استنى ايش وريني، قال لي ايش مكتوب كرانشي نت؟ ايش دخل؟ يعني انت لقيت حرف النون بالعلبة خلاص لازم تاخذه؟ انا لقيته انا. والله لكم غشاشين. على كذا انا حدور حرف الهاء في اي مكان في العلبة. تبغى اوريك الغش؟ والله هوريك الغش على اصوله. والله تبغى الغش؟ والله حاط المنتجات نستلة كلها انا بعدين. وصلنا البيت يا جماعه، خلونا نشوف اميره وليش قاعدين يسووا. والله ما شاء الله عليك يا لين، انتبهي انت، الله يحرسك. لا 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 جبتوا لي ساعه بنتك، انت ساعه بنتك قاعده خلاص تعال. يلا يلا بالشوكه بالشوكه يا لين بالشوكه. انا بساعدك يا لين عشان تعرفي انه ما لكم غنى عن ماما. ايش قاعدين تسوون تتحوسوا؟ ايش 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 هذا؟ انا ما في شيء. اصولي انا قاعد اشوف حرف الفاء. اقرا ايش مكتوب هنا؟ هنس بحرف الهاء. لا والله انك كوب هذا والله انك كوب يا جماعه. هاصوليا هاصوليا. اسمع اسمع، مريم اختها اسمها مريم بطاط، واميره سموها اميره فاصوليا. يا الله من جد كثر ما احب الفاصوليا. فاصوليا حب طبيعي. ضبطتك؟ I love you so much. ترى انت غشاشة، ايش هذا جابت لنا اغصان شجرة تضحك علينا؟ هذه يا حبيبي بالعربي اسمها، دقيقة ايش اسمها؟ ماني عارفة. بالانجليزي اسبيراغوس. ايوه وبالعربي بذور نبات الهيليون. هيليون؟ هي ها هيليون. اوكي عندي هاش براون. اوكي عندي هوت دوغ، عندي فاصوليا بس شركة هينز. لا يا شيخة وربي هذه غش لوحدها. عندي هوت شوكولات. اوكي يعني كل شيء بحرف الهاء. ضبطت نفسي. ضبطت نفسك بس تعالى بمشيلك هي هذه المرة. والله يا جماعة حقن الفطور، والله شكل فطور ملكي. شوف هذا الفطور ملكي ولا هذا مو فطور ملكي؟ والله الملكي يا حبيبتي. اكتبوا في التعليقات اي ده الفطور ملكي، حق اميره ولا حق انا؟ سويت وتعطيت النسك وكل حليب وحشيت النوتيلا. شوف شوف ما عليكم منا، هذه غيرانه مننا النقانق. ايوه ملكي ولا مو ملكي؟ ملكي. ايوه بعدين عندهم ايش؟ النسك شوكولاته. ايوه ملكي ولا مو ملكي؟ ملكي. خلونا نبدا بالساندويش النوتيلا اللي لين سوته. حقي والله دقيقه شوف. لا اوه ايش هذا؟ هذا النوتيلا بالعيش. ايش هذا؟ مغرقاه لين عشان كذا اول ما مسكته قالت لي لا هذا حقي. هذا حقي. حقك ايش من فاضي؟ من فاضي انا في بس ميه. ايوه ايوه حقك سويتي لي كثير. يلا عليك بالعافيه. هذا ما تلاقيه الا في المطاعم الراقيه. لا يا شيخة خفي علينا. والله حلو. لا لا هنا 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 النتلة في النص. يعني قصدك النص؟ انا اقول ايش سوي. انا اقول لك ايش سوي. ايه والله من جد هنا اخذ لي لحظة كده. يعطيك العافية يا لولي. الله يعافيك. اوه ماي جاد. ايش قاعدين تسوون؟ قاعدين نعزف بحرف النون يا اميره. صح ولا لا؟ نجلس يا أميرة بحرف النون. نجلس. حلوة نجلس. ما شاء الله والحين ايش قاعدين تسوون؟ نلعب يا أميرة نلعب بحرف النون. ما شاء الله والحين ايش قاعدين تسوون؟ نتفرج بحرف النون. روح روح اقول لك ايش اسويها بحرف الهاء. روحي. ما شاء الله والحين ايش قاعدين تسوون؟ نسمع. You are ايش قاعدين تسوون؟
نغني نغني and I look at you. حسنا بالتعب بعد الصراخ والجري والسباحة، عشان كده قررنا اننا ايش؟ ننام. ايش قاعد تسوي انت؟ انت ما في شيء تسويه بحياتك بحرف الهاء؟ ليش تسويه؟ هر هر. لا يا شيخ. هر. الجمهور هر. وات؟ او ماي جاد. ايش فيه؟ شوف ايش راح اتابع. شايف؟ ايش مكتوب؟ مغامرات الهيررة. الهيررة. ايه لا يعني انت قاعده تتفرجي تلفزيون. ايه اتفرج تلفزيون. ايش بدي انا احب القطط انا. لازم تسوي شيء بحرف الهاء مو تتفرجي فيلم بحرف الهاء. اتفرج هيررة. يا جماعه هذه غشاشه ولا غشاشه؟ غشاشه. الين ماما غشاشه ولا مو غشاشه؟ غشاشه. والله غشاشه. دقيقه هذا مسلسل الهيررة. لا لا نحن نتفرج عادي بحرف النون انا وهي. غشاشين. لا لا مو غشاشين انت الغشاشه والله. على قلة ترقصتوا وجريتوا وصرختوا ونمتوا سويتوا كل شيء انا ما اعرف ايش اسوي. ما لنا دخل وما لنا صلاح. شوفوا يا بنات جبتكم المول هنا عشان تشتروا اشياء باللون بالحرف لا واضحه. يلا انا ما عندي وقت انا عندي مول حقي المفضله. ليش؟ لانه ابغى دبي او مول الامارات عندك اثنين. ليش؟ ليش ان شاء الله؟ لانه انا حرف الهاء صح؟ ايه فقعدت افكر. ايوه بعدين جت في بالي فكره انه ليش ما اروح هو ارميز بس انا اقدر اقول هرمز. هرمز ارميز يعني يزبط ولا لا؟ يلا شوفي يا اميره هنا وديتك عشان تقشي على كيفك، خذي اللي تبغيه، تقعدي ساعه ساعتين ثلاثه ما يهمني. والمحل اللي قلت عليه؟ المحل اللي قلت عليه في احلامك الارضيه. بس هنا هذا مو حرف الهاء، هذا المحل. المهم حتشتري شيء بحرف الهاء، يلا توكل على الله. شوفي يا جماعه ما حصلت ولا شيء. انا حشتري هره. والله انا عندي هره. لا يا لولي هذا حقك من البيت جبتيها صح ولا لا؟ صح. امك هره حقي. لا مو حقك اليوم حرف الهاء، انت حرف النون، روح دوريك شيء بحرف الهاء. غارت. نشوف وينهم هذول. ما شاء الله. ايرين ايش اخذتي؟ هره. لا يا شيخه. هذه غشاشه زيك، تعلمت تغش. ماما؟ يا. تبي تقعدي معايا؟ خلاص يا بنتي ما في الا شيء واحد نشتري هنا اللي هو نعال. يلا اشتري نعال لك ولبنتك. ما شاء الله ايش قاعدين تسووا انتوا الحين؟ قاعدين حناكل العشاء. ايش يا ميرا؟ ان شاء الله اني جعانه يا جماعه والله ميت جوع. يلا يلا خلصوا انتوا ايش حتطبخوا؟ هذا الاندومي يا ميرا. يا غشاشي. ايش فيه؟ اندومي. ايش اول حرف من كلمه اندومي؟ يا بنتي هذا نودلز بالنون. ايش تحسبي انت؟ ايوه وين مكتوب نودلز؟ مكتوب اندومي. لا لا معروف نودلز يا بنتي معروف. اشوف اشوف قدام عيونك اهو نودلز اوكي. هل ما حسبت حسابها؟ يا غشاش غشاش انت قاعد تاكل تمر. ايه تمر ايش فيه؟ ايش المشكله يعني؟ تمر بحرف التاء. دقيقه خلينا نتفاهم خلينا نتفاهم اوكي؟ طب اسالك سؤال، التمر هذا من وين يجي؟ من وين يجي؟ من الشجر، من النخل. من الشجر؟ من النخلة. ايوه من النخلة. النخلة تبدا باسم من حرف؟ نون. طيب اوكي، والتمرة هذه جزء من النخلة ولا ما هو جزء من النخلة؟ انا اوريك على اللف والدوران. هات البيض. اقول لك من وين البيض من وين يجي؟ من الدجاج. انا حرف الدجاج. وهذا عشانه صار جاهز. عندنا كمان يشهي. ايوه عندنا هنا النجت وعندنا هنا النودلز وفي بعض الناس هنا غشاشين. ليش غشاشين؟ همبرجر. طب ايش جاب الشطه هنا جنبك؟ دقيقه قرب هنا ايش مكتوب؟ ايش اول حرف؟ هوت صوص. هوت ها هوت صوص. اوكي يعني انا ما غش. وهمبرجر برجر. همبرجر يعني ولا برجر ما ادري. او ماي جاد والله حقها شهي. يا غشاشة يا غشاشة يا ليلى. مش انا تفلت مني تقول يا بجرب بس شوية. يا ليلى غشاشة خربت. لما اكل من حياتي. توم هيا رجع بك عندنا. يا غشاشين كلكم خربتوا التحدي. اسمع التحدي كله من بداية غش غش. يقول لك ياكل تمر ويقول لك من النخلة. طب
حياتي. احلى عشاء ذقته في حياتي ما شاء الله. زرفت خلاص انا حزرف الاندومي حقك، قصدي النودلز. النودلز وليس ورب النجت، اضعف نجت اكلته في حياتي من جد. ليش كذا انت جسمه خليتي هنا نسوي بالقلايه الهوائيه؟ لا ما له دخل قلايه، هو النجت مو حلو طعمه ورب انه دمران صراحه. شوفي دقي بنتي يا جماعة عبد الرحمن وإلين صار لهم ساعة، ما أدري وين مختفين، ما أدري إيش قاعدين يسووا، خلونا نروح نشوفهم.